السلام عليكم، عدنا لعبة دراغون بول زي بالحلقة الثانية. واليوم مثل ما بتعرفوا نحن عم نعمل التختيم، يعني للي ما شافوا الحلقة الأولى والله كانت حلقة حلوة. عم بلشنا بقصة الساين ساجا، خلصنا أول جزئين اللي هو أول شيء قتلنا رادتس أخو لجوكو، بعدين قتلنا نابا، استعملنا جوهان وقتها لنقتله بتذكر، وإجا يعني قصة طويلة. بس اللقاء المنتظر، نعم اللقاء المنتظر، هيكون بين اثنين محبوبين كتير من الجماهير، كتير ناس بتحبهم، بين جوكو وفيجيتا. هاي أول مرة يتقاتلوا فيها بالقصة، لنشوف كيف هالمعركة حتمشي. نقول ليتس جو. طبعا القصة اللي بيحكوها هي قصة كتير طويلة، اللي احنا ما بنترجمها لأنه هي يعني اللي بيعرف المسلسل، اللي بيعرفوا المسلسل لحاله كان شي 300 حلقة. شوف هون واحد من المعلقين قالنا أو من الكومنتس قالنا إذا بتكبس بسرعة بتصير بتاكل أسرع مثلا باللودينج، فهي صرنا نساويها بشكل سريع. ببلشوا بقى يتشاتموا بالكلام بطريقتهم، يعني مو شتم بس، يعني انه انا قوي، انت انا مثلا راقي اليت، يعني طبقة راقية من المقاتلين، انت ضعيف، ولدت ضعيف وحتموت مثلك مثل هدول الضعفاء البقايا. وهذا بيقول له، بجاوبه جوكو بيقول له انت مشان هيك اجيت على الارض، انا لازم اكون مبسوط انك انت اجيت. وهالكلام كله ما علينا منه، بنبلش ال وبيقول له انت مضحك جدا. وبتبلش المعركة، تعال نشوف كيف بنبلش بقى عليه. أول شيء هذا الكومبو اللي بنعمله دائما، ونضربه شوية نيازك سريعة هيك مناح، بيعمل شوية دمج معلش. وفوت عليه مرة تانية، اوه لا 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 لا، بحاول اتفادى بحاول اتفادى، بدي اعمل له مسكة اذا قدرت. اوه بحاول اتفادى، انا عم نط من حواليه وعبي طاقة بشكل سريع. كامي كامي كها، لا بيتفاداها وبيطير في وراي، وبحاول ارد عليه، بحاول ارد عليه. تكون سريع كتير بهالاداء العالي تبعه، صعبينها انها شوي، او يعني هي ما لها سهله بنوب. بحاول نضربه هيك ضربات بس لنفك له التعبايه تبعه. تفاديتها وبروح لعنده، بكمل عليه بالكومبو العادي وطاق كسرته بالحيط، بعبي طاقه وكامي كامي ها، بتفاداها طبعا، وبعبي بعبي طاقة بعبي طاقة، ويلا كامي كامي ها بركي بياكلها، أكلها تمام، عبي طاقة معلش، لعب بذكاء معه شوي، ويلا وضربتي القوية. يا سلام، شوف 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 الضرب، شوف الضرب وخدها هي، يا الله طاق. ومنكمل بالقصة، يبدو انه هو هلا صار مصاب، مع انه طاقته يعني عم تنزل بصعوبة كتير، ما لهم عاملينها سهلة بنوب، بس طاقته عم تنزل وشكله بده يقلب سوبر ساين. لا ما بتذكر بالقصة انه بيقدر فيجيتا يقلب سوبر ساين على بكير، بس لنشوف، يعني يقلب اشقر اللون شعره، بس هي بعدين بيتعلموها يعني، بس لنشوف هلا شو بيصير شكله. شكله بده يضرب ضربته الجاليجان بقوة لتفجر الكرة الأرضية كلها، ونحن حنرد عليه بكامي كامي ها، ونشوف مين الأقوى، ويلا يا سلام ربحنا. وبنطلق فورا عليه وهو على الأرض، بحاول بلش عليه بضرب سريع، أوه رد عليه بقوة، بحاول عبي هون طاقة ورا الجبل، وبهرب بهرب 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 بهرب، فيني اهرب ولا لا؟ هربت هربت، وكامي كامي ها، هي هي، لا فاداها. وبيضحك علي بيقول لي هات انت اول شيء عندك، مهم بشكل سريع بحاول اتفادى هالشي اللي هو عم يساوي لي اياه. اوه بنضرب له ضربات صغيره اذا هات اللي بده اياه، بحاول نعمل عليه كومبو، يلا زبط كومبو. وهون على الارض بنصاب، يا الله حتى هي ما انصاب فيها. طب بنجرع على هذيك الضربه اللي زبطت قبل شوي، هيك، لا 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 لا، فيني اهرب ولا لا؟ لا ما فيني اهرب، يا الله شوف قديش طاقتي راحت، خلاص دمرني دمرني دمرني، كثير فرق الطاقة صار كبير. وبضربك كامي كامي ها سريعة، وفوت عليه بضرب سريع، بحاول اعدل بالموازين. شو عم بيساوي؟ شو عم بيساوي؟ اوه عمل مثل ضو زيادة مشان يقدر يتحول لفورم الغوريلا او فورم السعدان، هدول الساين بيقدروا يعملوها بس بيفقدوا سيطرتهم على حالهم وقت يعملوها. هلا بتوقع شكله كثير كبير صار،
صار وحش كبير وحش. شوف شوف حجمه، ما بعرف شو بده يربح ولا لا. بيقول انه يعني طاقته حتصير 10 اضعاف قبل. هو صحيح مصاب، شلون بدي اتفادى؟ اوه طاقته رجعت كامله كمان. لا صعبوها كثير هيك. اوه ليك عم يضربني بقوة. حاول اتفادى ضرباته واعمل هيك واطلع واضربه و بضرب له كامي كامي. ها صبته قبل ما يسيبني منيح. بعبي طاقة بسرعة. كامي كامي ها تانية. وضربة الكايوكين اتاك. لا اتفاداها وبلحقه من ورا. يا حرام ما قدرت، شكله خدعني. وبتحاول امسكه مسكه بس ما بعرف اذا بمسك هذا الحجم. شوف ما بيتاثر. القصه 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 كملت. شو صار؟ عم يقول انت فينش، عم بيعبي طاقه اكثر. ما بعرف شو عم بيصير فيه. امتى انا بدي يصير اقوى؟ صار سوبر سعدان. و شو عم بيصير شو عم بيصير شو عم بيصير؟ ربحني بهالمعركة هي وضربه ضربات صغيرة. عم بيعبي طاقة ماكس باور صار. حضل عم بتحرك مشان بركي بتفادى ضربته. بركي بتفادى ضربته. تفاديتها وهجمت عليه بضربات صغيرة من ورا. ضرباتي ما بيحس فيها بنوب. بحاول فوت عليه بكل قوتي. طيب بحاول اعمل هيك، اعمل كومبو تبعي. بركي بمشي حاله. يلا بدي طاقة اكثر. يلا لا رده كمان مرة. يا الله شلون بدي اربحه ما بعرف. المهم بحاول ضل اضربه هيك ضربات سريعة. لف من حواليه صواريخ صغيرة. وحاول اركض بسرعة وفوت عليه. ولا لا 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 طاقتي بخطر هلا صارت. دخلنا بالعداد الاخضر الاخير ونفوت عليه مرة ثانية. ما بيتقس ما بياكل. يلا هي اكلها منيح. رد عليه عملي كاونتر. وانكريدبل فعلا يعني دمجه كثير عالي فظيع. حاول اتفادى. كان عم يمسكني منيح تفاديناه منيح تفاديناه. وهي ضربناه ضربة ونعبي طاقة. ويلا كايوكين كمان ردة ما بيخليني اساوي له اياها. شكلها الضربة ما حتزبط عليه. لا 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 اهرب منه اهرب منه اهرب منه. لا 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 تحاول امسكه. وخذ هي خذ هي وعبي طاقة. وكامي كامي كامي ها القوية ها. حلو صابته منيحة. بعبي واحدة جديدة بعبي واحدة جديدة وبطلقها ان شاء الله تصيبه. ها لا ما صابته. حاول اتفادى الضربة تبعه ما تفاديتها. وطاقتي صفرة وطاقته صفرة والحماس زاد كتير وانا عم بخسر حاليا. ما بعرف شلون بدي اربح المعركة. لسه مو باين معي. بعبي طاقة بشكل سريع. بضرب له كامي 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 ها وخذ هي. منيح صابته وبنطلق لعنده. بركي بقطي عليه هلا. فرصة فرصة فرصة. وهاي الكومبو كامل. ارفعه واطلع واضربه صواريخ صغيرة. معلش بس بدي اخلص له الطاقة اللي عنده اياها. معلش بس خلص الطاقة بس خلص الطاقة بس خلص. كي او يس يس يس. واخيرا يعني فعلا كان قوي جدا. مصعبينها والله مالهم عاملينها سهلة نهائيا. وشي فظيع واخيرا قدرنا نربحه ونكمل القصه كلير ومناخذ بوينتس. هاي صوره فيجيتا. هذا شكله لفيجيتا. طبعا هو ما مات يعني بس انه ربحناه بالمعركه. انا بحبه كثير لفيجيتا على فكره. يعني بعرف الجمهور كثير بحبه كمان. صار عندنا 4000 زي بوينت. فتحوا لنا فريزا ساغا سيناريو وفتحوا لنا سبيشال ساغا سيناريو. يعني قصص جديدة صار فينا نلعبهم ومعارك جديدة. فريزا وسوبر ساين. شو سوبر ساين؟ نشوفها هي بعد شوي. هلا انه معقول صار فينا نتحول لسه. سبيشال ساغا سترونجست. طيب ما علينا. ومعناتها على هالكلام احنا خلصنا خلينا نقول الجزء الاول من دفتر الرحلة تبع الساين ساغا. وفيجيتا عم بيحكي مع بيكولو وبيعرف هو الكوكب الاصلي تبعه. بس المهم نرجع نقول انه القصه ما بدنا ندخل فيها كثير لانه كان فيها حكي كثير مثل ما قلنا. ايه تماما. نمشي بقى. جيم سيف يس. بدنا نسيف. وهلا عم نسيف. يس بدنا نسيف فوق الجديده. وهالطريقه اللي احنا هلا امننا امورنا وسيفنا للقصه رقم 2.
نشوف السيناريو. هلا احنا خلصنا الساين ساجا. لا شو عملت انا؟ لا خلصناها، ما في داعي نعملها. خلصنا الساين ساجا. هلا في عنا يا اما فريزا، هذا وحش كمان اللي شايف المسلسل، وحش كتير قوي وبنقاتله بتذكر يعني بمنطقه خارج الكوكب، الكواكب برا بالمجره يعني. او في عنا سبيشال ساجا، او هي مباريات مجنونه، بس هي اذا بدنا نلحق القصه والله خيار، اذا نلحق القصه الاصليه تبع المسلسل هي فريزا بيكون بعد هي، هذا الترتيب الصحيح هيك بتذكر انا يعني. اما بالنسبه لهي بقى هي كانت هي عملوها بافلام، هذا اللي فوق بعتقد اسمه برولي، يعني عملوا افلام وكذا. خلينا نروح معناتها على فريزا ساجا ونشوف شو وضعه. عم بيقول له هذا فيجيتا انه هو رايح على كوكب ناميك وبدنا نلتقى بيوم من الايام والاشياء هاي. ومهمة او قصة القصة هاي عبارة عن ثلاث اجزاء كمان. بدنا نقاتل جينو، وعم بيقول فيجيتا انه واحد مثلي او مثل كاكاروت يعني او مثل جوكو ما حيقدر، كاكاروت طبعا هيك بينادي له فيجيتا، ما حيقدر يكون عنده اي فرصة قدام هذا المقاتل جينو. تعالوا نشوف حنقدر نقاتله ولا لا. نرجع القصة مرة اياها، حاول نلم السيوف بسرعة، يلا واحد اثنين واحد، معقول خلص كل السيوف؟ مستحيل. اوه ونزلنا على ارض المعركة. بنقول له احنا من المنظر باين انه انت ما فيك تربحنا بنوب، طبعا هذا المنظر هو عكس هيك. شوف المصارع شكله مصارع، بس ما بعرف ليش عنده مشكله بالملابس، ملابسه ممزقه. حاول نبلش عليه كومبو سريع هيك ورفعه وطلعه وضربه وشويه ضربات صغيره ونعبي طاقه. يلا 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 يلا، وبهرب شوي وبرجع فوت عليه. منيح هدول الكومبويات وقت يزبطوا بيوفروا عليك، ونضربه ضربات صغيره ونعبي طاقه. إذا اجى أعمل له كومبو الكايوكين، كايوكين، لا هي ضربة جديدة، وشوف هالضربة شو هي، ويلا يلا يلا كيف ذات باد ستاف، فرجينا الضربة، ولك رفعة وكامي كامي ها من فوق، يا سلام، هي فتحوا لنا إياها هلا الضربة على فكرة بهذا الجزء. بنكمل العلقة تبعنا وبنرفعه لفوق وبنطلع وبنضربه وضربات صغيرة وبنعبي طاقة ومستحكمين تماما بالمعركة. وين هو؟ ماله مبين، كامي كامي ها، ما أكله. وين هو؟ هو بالمي، بالمي، نعم بالمي، طلع فيها مي اللعبه ما عرفنا القصه، وبنرفعه لبرات المي وبنرجع بندمره. ما بعرف ليش هو يا اما خدعه عم يعمل هيك يا اما في شيء. عبي طاقه بشكل سريع وكامي كامي ها، يا سلام، عبي عبي طاقه، حاول انفض من ضربته، نفت منه وبركض لعنده، فوت عليه وضربه ركله، يا سلام، خذ هي خذ هي خذ هي، وبعمل هيك بحاول امسكه مسكه، هي المسكه بتزبط يا ترى معي؟ هيك هيك، حلو هالكومبو ظريف، ما تقولوا لي ما تقولوا لي، يا سلام يا سلام يا سلام، 17 هيت 10000 بس ضرب ايد بدون اي سحر. وهي هي بتزبط معي؟ لا ما بتزبط. شو كل مره هو اللي مسكني بقى، بدي ارجع احاول اعيد المسكه مره ثانيه وهيك. طيب تعالوا نعمل هيك، او اخ 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 اخ، طيب خلينا ننهي بشكل حلو اذا قدرنا. نضربه هيك دقيقة شوي، بدنا ننهي بشكل حلو، يلا يا سلام، كمي كمي ها، محماية قوية دمرته. يبدو انه هذا المقاتل ما كان صعب بنوب علينا، بس هذا كله خدعة لانه في واحد تاني جاي، هذا من رفقاته، تفادينا ضربته بشكل سريع ومنكمل فوت عليه بشكل سريع هيك. اوه طيب ما شايفيني امسكك هيك، بس خذ هي، يا حرام، اعمل لي دوج الكومبو هذا الحلو اللي بحبوه العالم، وفات عليه بقوة. نعبي طاقة ونضرب الميتور كومبينيشن، نعم، يلا يلا يلا، سبع هتات شوف ما احلاه، وبنرفعه لفوق وكامي كامي من فوق، يا سلام، 11200، وبحاول فوت عليه وبرفعه هيك وهيك بكمل، ويلا ضربات سريعه صغيره معلش طاقته، لانه هلا ما صارت طاقتنا على فكره، بنعبي طاقه بشكل سريع لانه هو بعيد، هو كمان عم بيعبي طاقه، صار ماكس باور، بحاول اهرب، حاسس حيضربني ضربته، برجع بعبي طاقة من هون بس بكفي، فوت عليه ويلا. اوه لا 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 لا،
منيح فكيتها 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 بالوقت المناسب ورفعه وضربه ما عم يخليني اكمل هالكومبو الحلو وهيك رفعه كمان ما خلاني لا 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 اوه طيب معناتها بدي بكل بساطه اعمل هيك وقول له كامي 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 ها هلا وهيك منيح صبناه فيها ونركض لعنده تعا هيك بدي هي المسكه الحلوه هي لا ما زبطت ضربات صغيره طيب ضربات على الماشي اوه طيب طيب بدك هيك تلعب معي تعا اقول لك نط عليه برفسه هيك وهيك وهيك طرب قريب 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 ويلا ووقع على الارض منهمر ما عاد فيه معركة كانت ما لها سهلة بنوب ولسه في واحد ثالث يبدو هاد الأقوى بيناتهم وطاقتي الساعة نفسها بحاول كمل عليه أوه 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 بحاول كمل هيك وهيك وهيك يا حرام المسكة ما زبطت المسكة حرام أوه عمل لي الكومبو تبعه شوف السرعة شوف السرعة يا الله 30 هيت 35 هيت يا سلام فنان هذا المقاتل فنان حاول فوت عليه بشكل سريع هيك رفعه العاديه الكلاسيكيه ونعبي طاقه لانه هو على الارض وكامي كامي ها لا تفادى روح لعنده على المي بالمي هو يمكن اقوى هذا تذكر بالقصه اذا هو نفسه اللي ببالي المهم حاول اعمل له الكومبو تبع الرفعه الهتات كثير 10 هتات ومسكه يا سلام زبطت المسكه زبطت المسكه زبطت المسكه وتعال نعمل لك هيك وهيك يلا 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 ايوه وهيك و لا 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 10 هتات بثانيه سريع كثير هذا اللاعب من اسرع اللاعبين باللعبه نفوت عليه بشكل سريع وحاول نضربه هيك ترفعه كمان تفاداني 10 هتات بثانية مرة ثانية برجع بفوت عليه بشكل سريع برفعه لفوق بطلع لفوق وبدمره بقى وبحاول حمي يلا 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 تعال نشوف حتزبط معنا الضربة تبعنا كاملة ولا لا يلا زبطت يا سلام يلا خد هي خد هي وهيك ورفع لفوق وكامي كامي من فوق بيموت ولا لسه بيموت نعم يا الله نهاية فنية لمشاهدينا نعم نهاية فنية ان شاء الله يكونوا خلصوا ولا لسه في كمان بيقول له انت ورفقاتك عملتوا مشاكل خدهم وطلعوا من هالكوكب فورا يعني معركة انا ما بعرف شو بدي اقول تعبت فيها والله معركة ما قليلة بنوب بنوب ضربات كانت خيالية حماس خيالي يعني جميلة جميلة معركة جميلة على فكرة في بعض الناس سألوني انت شو الجويستيك اللي بتلعب فيه انا بلعب بهي هي ما لها جيم باد تبع الاكس بوكس هي او مثل العادية هي شكلها اركيد اذا كتير بتحبوها فيني اعملكم يعني مقطع عنا بسموها اركيد يعني طبعا ما بتصلح هيك جويستيك او هيك جيم باد هي اسمها اركيد بشكل عام ما بتصلح لألعاب مثلا مثل فيفا ألعاب مثل مثلا يعني إلى ألعاب هي مخصصة أساسا ممكن تصلح لكذا نوع بس أكثر شيء خلينا نقول للألعاب الفايت يعني مثل اللعبة اللي هلا عم لعبها وهي هي القبضة خلينا نسميها بيستعملوها أوفيشلي دائما بالبطولات وبالتورنمنتس كلها اللي بتكون فايتس مثلا مورتال كومبات ستريت فايتر طبعا في ناس ما بتستعملها بس عم بحكي لك أنا بشكل عام يعني وهي كان هذا سبب اختراعها وطبعا بتذكرنا بالألعاب الأركيد القديمة اللي بنشوف من زمان كنا بمدينة الملاهي مثلا وهالأشياء هاي كاركتر أنلوك نيل هذا يمكن اللي قتلناه السريع فريزا ساغا وفريزا ألتيمت ترانسفورميشن صار فينا نعمل له ترانسفورميشن لفريزا وصار في معارك فيها أنلوك سبيشال ساغا وألون فور ذا فاينل باتل والله كل هذا من أفهى القصة شيء ممتاز 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 سيف يس بدنا نسيف لأنه رحنا ماشيين القصة مع المشاهدين ثانية بثانية ما عم بلعب أي شيء حتى أنا اللعبة ما تفكروني يعني اعتذروني على المستوى أنا اللعبة ما عملت فيها شيء عم بلعبها معكم عم بكتشفها معكم وعم جرب كومبويات بس حطيت بالتريننج شفت شوي شو هي الكومبويات نوعيتها مثل أي لعبة يعني ذكروني كثير قريبة من كومبويات ستريت فايتر بشكل عام يعني او حتى من كومبويات اللي بيعرف كمان لعبه سول كاليبر كان اسمها كمان قريبه منها يعني وديد اور لايف يعني العاب هيك مشكله مورتال كومبات كمان بكل الاحوال الحلقه القادمه شكلنا ننقاتل فريزا
واسم الحلقة فريزا ألتيميت ترانسفورميشن، يعني المفروض انه فريزا هذا الوحش اللي بيعرفوه اللي بيعرفوا المسلسل واللي ما بيعرفوه حيتعرفوا عليه ان شاء الله الحلقة القادمة. هذا الوحش بده يتحول، بده يتحول نعم لشيء مرعب اكثر او شيء بخوف اكثر، ولنشوف شو حيصير. انا كثير بصراحة وانا عم بلعب عم بتحمس كثير باللعبة، بتمنى بما انه عم بلعب بلايف كومنت وعم تشوفوني وعم بلعب معكم وما لعبت اللعبة بدونكم، يعني ما لعب انا قبل هذا الجزء ابدا ولا بعرف شيء، بتمنى يكون عم بيوصلكم هذا الشهود الشعور كانه انتم عم تلعبوا اللعبة، لانه هي بصراحة حماس عالي. وبتمنى اذا انتم اول مرة تنزلوا لتحت تعملوا سبسكرايب لايك وشير، طبعا لانه اللايك والشير وهالاشياء هي اللي عم تخلي هالسلسلة تكمل، لانه بتعرفوا هي لعبة قديمة اذا ما في عليها لايكس مع عالم ما كثير حاببتها ما حنقدر، حنضطر نروح على الالعاب الجديده تبع 2013 يعني او الالعاب الجايه او كذا. بقى انتم بايدكم انه تكملوها، وما تنسوا انه تلحقونا على هالروابط فيسبوك وتويتر لنتواصل مع بعض، ريتويت على تويتر، شير على الفيسبوك لهالمقاطع، اعملوا قد ما فيكم بس مشان نقدر ننشر هالسلسله اكثر عشان نكمل فيها. انا شخصيا كثير حابب كمل بيه هاللعبه بس هعتذر طبعا ما بقدر كمل فيها اذا ما كان عليها اقبال، يعني مثل باقي الالعاب الجديده لانه هي قديمه. كان معكم عمر صاحب ادي 1 جن جن 1، بشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.